السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إبراهيم كارس. اليوم رح نحكي عن الاستثمار مع بعض. ليش الإنسان بيستثمر؟ وليش الكل فينه يستثمر أصلاً؟ كيف فينه الكل يستثمر؟ هذه نقطة جداً مهمة. طيب، أولاً ليش الإنسان لازم يستثمر؟ في عنا نحن هدفين من الاستثمار. الأول هو جمع الثروة، أوكي؟ يعني الإنسان اللي ما عنده ثروة عنده نية إنه يجمع ثروة، فالحل إنه يستثمر. هاي هي الطريقة، ونحن رح نشرح عن هذا الموضوع كيف. اثنين، نيتك تحافظ على قيمة الثروة اللي معك. طيب، رح نحكي عن النقطة الأولى بقى هون. إذا شخص عنده مثلا خلينا نقول ملكية وليكن 2000 دولار، وبده يجمع ثروة أكبر من هذه القيمة، فهو بيستثمر بهال 2000 دولار وبيحاول يجمع مبلغ أكبر، وهذا الشيء بينقاس على نفس القيمة مهما كبرت. يعني في أشخاص اللي أنت بتشوفهم عندهم ثروات 100 مليون وبالرغم من هالشيء عم يحاولوا يستثمروا. ليش؟ لأنه بدهم يعملوا، هن بيطمحوا إنه يرفعوا قيمة ثروتهم، وهذا الاشي كمان بينقاس بالناقص مهما كان الرقم قليل معك. لكن اكيد لازم انت بالبداية تبدأ برقم ما، وهذا الاشي ما في منه شك، ولكن مهما كان الرقم قليل فينك نيتك تبدأ. بدنا نحكي عن خطوات بتسبق الاستثمار. بغض النظر عن حجم الاستثمار انت بدك تعمله، ضروري انه يكون في عندك النولج حول الاستثمار. يعني اول اشي لازم تفهم العلم النظري من الاستثمار، وهذا شيء لا مفر منه. لازم تفتح كتب وتقرأ شو يعني استثمار، كيف الإنسان ممكن يثمن الثروة اللي عنده، يقرأ الإنسان عن المحاسبة، أنظمة الأرقام، لازم يفهم يميز بين الشيء الخاسر والشيء الرابح، ويقرأ عن المجال اللي هو عم يشتغل فيه بشكل عام. يعني هذه نقطة مهمة. فهذا إذن القسم العلم النظري. وأنا برجع بعيد إنه مهما كان قيمة الاستثمار سواء كانت قليلة ولا كبيرة، أنت بتحتاج هذا الموضوع قطعاً. أصلاً أسباب كتير من، يعني هو ده سبب رئيسي لخسارة عدد كتير كبير من المشاريع اللي تمت أوريدي. طيب، بنحكي في النقطة الثانية، هو العلم مع التجارب. لازم تحصل على التجارب. المشكلة إنه في تجارب حصلت بالعالم أو بالوسط اللي أنت فيه أو بالمجال اللي أنت بدك تستثمر فيه، هاي التجارب لا ضروري إنك تحصل عليها. يعني أنا أحياناً بيجيني هيك مفاجأة إنه بشوف إنه شخص راح استثمر بمجال معين وفشل بطريقة معينة لسبب كل الناس صارت تعرفه. تخيل يجي شخص تاني يرجع يستثمر نفس الطريقة ويخلط نفس الغلط ويفشل في نفس الفشل. هذا إشي مو منطقي. لو هداك الشخص عمل شوية بحث وسأل وقرأ، أكيد كان رح يوصل لهذه المعلومات وكان رح يتجنب هذه الخسارة، أو كان ممكن يخفف من قيمتها. طيب، كيف فينا نحصل على هاي التجارب؟ في عندك قراءة الكتب، متابعة مدونات، حضور ورشات عمل أونلاين. أنا كتير بحضر ورشات عمل أونلاين، وحتى متابعة مدونات عن المستثمرين وعن الاستثمار. في مجلات تحكي عن هذا الموضوع، في مدونات، في كمان ورش بتشرح عن هذه المسألة. وأكيد الناس الأكاديميين اللي عم يشرحوا بهاي الورش راح يعطوك أمثلة وتجارب لناس حصلت من قبل. ما أصلاً الورشة هي شو؟ هي شيء فعلي يعني عملي. هذا هو القصد من هذا الكلام. هلأ بدي أحكي وأختم بهاي النقطة الأولى بنقطة جدا بسيطة، اللي هي الخطوة الأولى دائما صعبة. هذا قطعا لازم تفهمه، لازم تعرف إنه هلا نحن نحكي عن هدول الريتش بيبل والمنتاليتي تبعهم ومدري شو، بيجي بيقول لك the first million أكتر شيء كان صعب ومدري شو. هذا حكي كبير، خلينا نسيبنا منه. أنا بدي بسط المسألة أكتر بكتير. الخطوة الأولى هي أصعب خطوة، لأنه أكتر شيء الإنسان لما بيطلع من دائرة الراحة تبعه بيشعر بصعوبة وبيشعر باختلاف. وأكيد أكيد هاي الخطوة صعبة ومانا سهلة، وما بدي أنه الإنسان يكون أنه مستني أنه كل شيء يمشي حلو. أكيد رح يمشي عندك تحديات ومفاجآت وأمور كثيرة، والطبيعي أنه لازم تكون مهيئ نفسك ماديا ومعنويا أنيتك تستقبل هاي التحديات. خلينا نقول، مش نقول مشاكل، خلينا إيجابيين، وتعرف كيف تفكر تحلها وتحاول تتوقع كمان. يعني الإنسان ترى ممكن بشوية دهاء أنه يقدر يتوقع بعض التحديات اللي ممكن يواجهها، ويقول لو حصل معي هيك شيء أنا رح أعمل الخطة الفلانية. يعني بيترك لنفسه مجال. طيب، ختمنا هاي النقطة، بنتكلم بقاني بالنقطة الثانية اللي هي الحفاظ على قيمة الثروة. كمان نفس الإشي، مهما كانت قيمة الثروة عالية كتير أو أني تقليلة، فهي غالية بالنسبة لمالكها. يعني خلينا نقول أنه شخص كل ثروته 100 ألف دولار، بجوز بسوق الأعمال 100 ألف دولار رقم ولا شيء، بس ولكن بالنسبة لمالك هذا المبلغ اللي هو تعب وشيء فيه، هل 100 ألف دولار قيمة كتير كبيرة؟ طيب، راح أشرح لكم أنا نقطة كتير صغيرة وبدي أكون تفهموها كتير منيح. في شيء اسمه انفليشن بهاي الدنيا، توقع كلياتكم سمعتوا عنه. الانفليشن يعني هو التضخم.
هذا الاشي بيفقد قيمة الثروة الكاش. يعني لما بيكون شخص عنده أموال كاش بيفقدها. لازم تعرف انه انت من واحد الشهر بداية عملك لآخر يوم بالشهر قبل ما تقبض بشوي، اليوم الأول اللي انت اشتغلت فيه كانت قيمته أعلى من آخر يوم. يعني انت لما بتقبض مرتب مثلا خلينا نقول $1,000، شهر واحد اللي هو مثلا أول شهر في السنة، قيمة $1,000 عندك بتشتري ما قيمته ذهب أكثر من قيمة شهر 12. هذا مثال بسيط فيني اشرح لكم اياه. نرجع نحن بالمثال لورا شوي. الاستاذ احمد الشقيري الله يذكره بالخير ذكر مثال حلو انا حابب اني اذكره، انه شركه فورد اول سياره نزلتها كانت قيمتها 2 اونص الذهب، ما يعادل بهذاك الوقت ربما $2,000. هلا احدث سياره فورد من نفس القيمه ومن نفس الفئه قيمتها تقريبا $30,000 وكمان قيمتها 2 اونص الذهب. هلأ الفكرة مو هي بالذهب وأنه هو بيحافظ على الثروة، لا لا، الفكرة مو هون. الدولار أو القيمة المادية هي اللي فقدت قيمتها. إذا نحن ضربنا المثال على أي إشي تاني قيمته ثابتة مثلا القمح، فنحصل لنفس النتيجة. هلأ القمح كمان قيمته بتتغير، بس ولكن إلى حد ما قيمته أثبت بكتير من قيمة الفلوس. وعوامل تغيير قيمة القمح متعلقة في عوامل الجو، بالحروب، بأمور الزراعة وإلى آخره، ما متعلقة بأنه في شيء اسمه تضخم وأنه هاي العملة أنت عم تفقد قيمتها. الدول كلياتها بتطبع عملة أكتر لما بتقع بمشاكل، وطباعة هاي العملة أكتر عم تفقد قيمة العملة اللي معك. فبكل بساطة لحتى تقدر تحافظ على قيمة الثروة اللي أنت معك، يعني هلأ مثال جدي كان يقول لي انه انا ب 400 ليره سوري عملت كذا وسويت كذا. يا لطيف، 400 ليره سوري هلا ما فيني اشتري فيها سندويشه. طب شو السبب؟ ليش كل هالقد فرق؟ مع انه هو جدي يعني ما فيها الفرق الكبير بغض النظر انه صار حرب. خلينا نضرب مثال مش على الليره السوري، نضرب مثال على اي عمله تانية. فانت بتجي بتلاقي انه عن جد كان في فرق كتير كبير بين العمله من شيء 40 سنه وهلا. شو هو الفارق؟ الفارق ببساطة هو التضخم. هذا هي الشيء اللي انت لازم تفهمه. فتصور انت لو تركت فلوسك 20 سنة بس بالخزنة ممكن تفقد اكثر من ضعف قيمتها. يعني انت عمليا اذا فلوسك هلأ بتشتري لك مثلا 20 شوال قمح، بعد 20 سنة يمكن تشتري لك شوال 2، الله اعلم قديش اقل او اكثر. هذا اشي كلياته نسبي، لكن الحل الصحيح يعني ما في شيء مؤكد انه انت اذا اشتريت ذهب رح يغلى ومدري ايش. التأكيد الوحيد بأنه لازم تستثمر وتنوع استثماراتك. بطبيعة الحال في استثمارات هدفها الوحيد أني تتحافظ على القيمة نفسها، ما هدفها أني تتثمر القيمة هاي، تمام؟ وفي استثمارات هدفها أنه تزيد القيمة يعني تتمرها. يعني أنت هدفك أنه تحط $100 تأخذ 150. نقطة الأخيرة اللي أنا حاب أحكي عنها أنه لازم دائما ما تنسى هدول الميزان. كل ما زاد الريسك لازم يزيد الربح، وكل ما نقص الريسك لازم ينقص الربح. انا مش عم اقول انه تدخل بريسك اكبر انتبه، لا، انا عم اقول انتبه، طالما في ريسك بالعمل اللي انت رح تعمله فضروري يكون مربح كتير. يعني مثلا انا بدي اشتري عقار، وهذا العقار انا رح اخذ منه ROI يعني عائد استثماري وليكن 6%. هذا الشيء رقم مقبول. ليش؟ لانه انا عم اشتري عقار، العقار مش رح يخم، مش رح كبه، مش رح اخسره، بالنهاية فيني بيعه. طيب إذا أنا بدي أفتح مثلا مطعم، يعني هلأ انتبهوا نحن بالخيار الأول إنه 6% رقم مقبول وأنا قبلته. ليه؟ لأنه نسبة الريسك قليلة كتير، فإذا نزلت نسبة الربح قبلت الموضوع لأنه أنا ما عم خاطر كتير برأس المال. طيب خلينا نقول المطعم إنه أنا بدي أدفع مثلا $100,000 مشان جهز مطعم حلو في مكان كويس كتير. فهاي $100,000 رح تنصرف عبارة عن أشياء مهدورة، مثلاً أنا بدي أعمل ديكور، أنا بدي أشتري طاولات، أشياء بدي أشتريها جديدة بس قيمتها مستعملة، فأنا دخلت بريسك كبير. إذا المطعم ما نجح أو فشل فتقريباً $100,000 أنا مش رح أقدر رجع منها شيء. فلازم أنه نسبة الربح بالمطعم مثلاً تتخطى 30%. شو يعني؟ يعني لازم قيمة المطعم اللي أنا دفعتها ترجع لي بسنتين 3 سنين ماكسيموم. ما بيصير أنه تضل 5 سنين هيك برفضوا أنا المطعم. ليه؟ لأنه هاي ريسك. هاي آخر معلومة حبيت أعطيكم إياها اليوم. شوفكم على خير، خليكم معنا، تابعونا، حطونا شير ولايك، وتابعوا القناة لأنه رح نزل فيديوهات أفضل إن شاء الله. وإذا في حدا عنده فكرة أو سؤال عن فيديو التالي يكتب لي تحت بالتعليقات. كان معكم إبراهيم كارس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.